وهلأ وصلنا للمرحلة الجميلة من تصميم المجلات، وصلنا لمرحلة تصميم الصفحات الداخلية. بهاي المرحلة رح أبدأ بتصميم صفحة عن بايرن ميونخ يلي شفناها بمخطط المجلة الأولي. مبدئيا انطلقت من فكرة أنه ما عندي أي فكرة عن تصميم الصفحة، كيف ممكن هذا التصميم يكون؟ لسه ما في مخطط ببالي، ولكن رح أبدأ بوضع العناصر، وضع العنوان، ورح أشوف التصميم وين بيقودني. لذلك خلونا نبدأ. مثل ما عم نشوف هون بالصفحة الخامسة، عندي أكيد الصفحة موجودة هون بايرن ميونخ، عندي عمودين، وأكيد عندي العمود الرئيسي موجود هون بلون مختلف. أما يلي عم نشوفه هون هي صورة لفيليب لام. رح نشوف كيف قصيت هاي الصورة وكيف دمجتها مع التكست. رح نشوف كمان كيف عملت هدول العمودين وليش اخترت العمود الثالث بهي الطريقة. بداية رح أبدأ بإني أفتح المقالات يلي موجودين عندي. مثل ما قلنا عندي المقالة الرئيسية بايرن ميونخ، أما العمود عندي موجود هون كابتن فيليب لام. لذلك رح أخذ التكست اللي موجود هون وانسخه على برنامج انديزاين. رح أخذ أداة التكست تول. منتذكر كان عندي تقسيم لست أعمدة خلال المجلة. رح خلي المقالة الرئيسية تأخذ أربع أعمدة، أما العمود يأخذ عمودين. رح أختار المنطقة بشكل مناسب. رح أحط الباراجراف هون مثل ما شايفين عم بأخذ أربع أعمدة يلي هي بتقسيمة مجلتي عمودين. بكل بساطة صار عندي النص موجود هون. أما الارتيكل الثانية بنفس الطريقة رح بنسخها وداخلها على برنامج انديزاين. أخذت نسخة من المقالة الأولى، حذفت الجميع، حطيت المقالة الجديدة، وأكيد صغرت الارتيكل لحتى تكون موجودة بهذا الأسلوب. أول شغلة رح بعملها أكيد بما أنه عم أشتغل على مجلة عربية، وبروح على ويندو تايب أند تيبلز. منلاقي هون موجود عندي ستوري، بكبس على ستوري وبعدين بضغط على هاي الأيقونة اللي موجودة هون. هاي الأيقونة رح بتغير لي انسياب النص باللغة العربية من اليمين إلى اليسار. رح نشوف بعدين. رح بعطي تنسيق، رح باخد باراجراف جديدة رح سميها النص الأساسي، ورح خليها أكيد تعتمد على تنسيق النص الأصلي اللي عملناه سابقا. لاحظوا هون مكتوب عندي based on، يعني تعتمد على تنسيق النص الأصلي. رح باخد نفس الخيارات اللي كانت موجودة عندي بالنص الأصلي، ولكن رح أعدل عليها عدة أمور. أول شيء بدي أعدله هو الـ indent and spacing. رح أخد alignment للـ right، لليمين. رح نلاحظ هون عندي هذا الفراغ، هذا بسبب أنه عندي هون ناقص 20. رح أحطه هون صفر، وأكيد كمان هون صفر. رح أقوله أوكي. طبعاً أكيد عندي أنا اللون موجود بهالطريقة لأني مطبق كاركتر ستايل اللون الأزرق، لذلك رح أحطه بلا شيء. بنفس العملية رح أطبق على الباراجراف الثانية، رح أقول نون، وأكيد الباراجراف ستايل رح يكون النص الأساسي. أما بالنسبة للمقالة الرئيسية فأنا يفترض أقسم هاي المقالة لعمودين. من أهم الأمور يلي لازم ننتبه عليها بتصميم المقالات إنه صعب جداً قراءة سطر طويل، لذلك منحاول قدر الإمكان أنه نعمل تقسيم للأعمدة. يفضل يكون هذا التقسيم حسب النسبة الذهبية، ولكن بيرجع هذا الموضوع لرؤية المخرج الفني والديكتاتورية يلي بيمارسها على القارئ. لذلك ممكن أكيد يعمل تقسيم للمقالة على عمودين أو ثلاث أعمدة، أو أنه يقطع القارئ بمنتصف المقال بصورة أو بنص عريض. لذلك هذا يلي رح نشوفه بالمرحلة التالية. رح وقف عن المقال وروح على Object، بعدين Text Frame Options. رح تطلع عندي هاي اللوحة. رح بعمل Preview لحتى نشوف. بعدين عم نشوف هون النمبر عم يكون عندي 1. رح بعمل Number 2. رح نلاحظ كيف صار عندي عمودين. رح أعمل 3 بنفس الأسلوب. رح نلاحظ كيف صار عندي 3 أعمدة. رح أقوله أوكي. لو عملنا تكبير حاليا رح نلاحظ أنه قراءة المقالة بهذا الشكل صعبة، لأن القارئ بهي الحالة سوف يقرأ عدة كلمات فقط بعدين ينزل على سطر جديد، وهذا الشيء ممكن أكيد يكون متعب. لذلك رح نشوف الخيار الثاني. لو أنا ما عندي هاي المقالة اللي موجودة هون، وأنا عندي هاي المقالة رح تتمدد على كامل الصفحة، رح نشوف بهي الحالة أنه أكيد مناسب جدا أنه نكون عندنا 3 أعمدة. أما بحالتنا بما أنه عندي أنا فقط 6 أعمدة عم بستخدمهم، أو عمليا عمودين، فهذا الشيء رح يكون صعب. لذلك رح بكبس Command B يلي هي نفسها الـ Object Text Frame Options، واختار عمودين فقط.
أما النقطة الثانية اللي لازم ننتبه لها هي الفرق بين الأعمدة. الفرق بين الأعمدة عادة بيكون من 5 ل 7 مليمتر، وهي أكيد النسبة الأجمل للقراءة. رح أقول له على 7 مليمتر أوكي، ومرة ثانية بعمل تمديد لهاد الفريم اللي موجودة عندي هون، رح أرجع هاي. أما هلأ بدي أحط عنوان الصفحة الرئيسي. يفترض العنوان يكون جاذب لقراءة المقالة، لذلك يفضل يكون بخط كبير أكيد وجاذب للقراءة، ودائما الصور بكل الصفحات بتعطي جاذبية أكثر للصفحة. رح باخذ العنوان بايرن ميونخ مثل ما شايفين، بعمل فريم جديدة رح تتمدد على 4 أعمدة، وأكيد رح أختار نوع الفونت، رح أعمله بولد، ممكن أكيد كبر لحجم كبير نوعا ما مثل ما شايفين، رح أحط أوتو. طبعا ممكن أكيد يكون العنوان متمدد أكثر لجهة اليسار، العنوان ما له أي قاعدة ممكن نشتغل عليها، هذا بيرجع أكيد لذوق المخرج الفني. أما حاليا لحتى أعبي هذا الفراغ اللي موجود هون عندي طريقتين، إما أني أخذ الفريم تول وبحط صورة ممكن على كامل الصفحة، رح نشوف بهالطريقة، بعمل فايل بليس وبروح على مجلد أباوت يلي موجود عندي جهزته من قبل، بختار صورة الفريق بقله أوبن. رح نلاحظ إنه الصورة موجودة بهالطريقة، رح بعملها بهالطريقة، بكبس بالزر اليمين بقول أرنج سند تو باك. رح نلاحظ العنوان صار موجود عندي هون، ممكن أكيد إني أعطيه اللون الأبيض، ما بننسى إنه نضغط على حرف التي، بعدين نكبس الأبيض، رح نلاحظ إنه الصفحة جيدة نوعاً ما بهذا الأسلوب، ولكن أكيد ممكن نعمل إبداعات أكثر. رح بحذف الصورة مرة ثانية، رح أرجع اللون الأسود للكلمة، ممكن إني آخذ أداة البن حرف البي وأرسم بهذا الأسلوب. رح أحط نقطة بمكان لا على التعيين، ولكن بتأكد إنه موجود عند البليدز، ممكن حتى لو برا البليدز ما في أي مشكلة. بكبس شيفت على الكيبورد لحتى يكون عندي توازن بالميلان، وبعدين بعمل ضغطة تانية عند العمود مثل ما موجود هون. مرة تانية رح بنزل للأسفل، بعمل ضغطة عند البليدز يلي موجودة في الأسفل، كمان مرة كمان مرة، وأكيد بنهي الخط بالنهاية. رح لون الشكل باللون الأسود بالزر اليمين Arrange Send to Back. هالمرة رح بختار هاي المقال، رح بختار التكست اللي موجود هون وأعطي اللون الأبيض. رح نلاحظ كيف هاي الحركة البسيطة أعطتني جمالية أكبر للصفحة. ممكن أكيد إني أكبس على الشكل اللي موجود هون، وباخذ فايل بليس، بختار صورة الفريق كمان مرة بقله Open، أكيد بكبس بالزر اليمين Display Performance بقله High Quality. رح نلاحظ كيف بهي الطريقة حتى الصفحة جميلة جدا وعم تعطي نوع من القوة. لحتى أعطي ملء للصفحة رح أكبس على الصورة، وأكيد بكبس على الأيقونة هون في الفريم. رح نلاحظ كيف الصورة امتلأت تماما. برجع بقلكن هذا الشي بيعتمد على أكيد الذوق الفني اللي موجود عندكن، ولكن حاليا الصفحة جميلة بهذا الشكل، ولكن بحاجة لعدة تعديلات. يلي لازم نعرفه دائما انه بتصميم المجلات والجرائد ما في اي قاعدة ثابتة، دائما الموضوع بيعتمد على نظرة المخرج الفني او نظرة المصمم، واكيد بتتدخل الاقسام الثانية بالمجلة بشكل بسيط، لذلك هذا الشيء بيعني انه اكيد ما في اي شيء ثابت خلال تصميم المجلة، ولهذا السبب لازم نكون اكيد منفتحين جدا لموضوع استقبال الاراء الثانية، واكيد منفتحين للتغييرات يلي ممكن تحصل على المجلة. رح بختار الصورة بهي الطريقة، رح بكبس عند الزاوية، بكبس Alt و Shift، بصغر الصورة وأكيد برفعها لفوق. مثل ما قلت لكم بالنسبة لي هذا الديزاين اللي اخترته، ولكن هذا الشيء ما بيعني انه هذا التصميم ثابت، ممكن اكيد تغيره حسب رؤيتكم. اما حاليا بدي اشتغل على التباعدات بين الأعمدة. أكيد عندي العنوان بحاجة لأنه يرجع للجهة اليمين أكثر لحتى يصير عندي توازن بين الفراغ اليمين والفراغ اليسار. أما الأعمدة هون فأكيد لازم يكون عندي القياس أصغر لحتى أكيد يكون عندي توازن بمقاسات الفراغ يلي موجودة عندي هون، 1 2 3. كمان مرة رح أروح على الباراجراف ستايل، رح باخذ تنسيق النص الأساسي، بروح على الانتنت أند سبيسينج، بختار الألاين جاستيفاي تو رايت، بقول له اوكي. رح نلاحظ كيف صار عندي العمودين بهي الطريقة.
أما الباراجراف الفرعي اللي موجود هون أكيد بنفس الأسلوب، لازم صغر الباراجراف شوي لحتى يكون عندي توازن بين الفراغات. كمان مرة راح باخذ الباراجراف لتحت وهالمرة أكتب كابتن فيليب لام بشكل كبير. راح نشوف كيف كتبتها بهي الطريقة. مرة تانية راح بعمل فايل بليس وبختار صورة الكابتن اللي جهزتها أولا، لحله أوبن، لحط الصورة بهذا الأسلوب. رح نلاحظ عندي إنه الصورة مقصوصة بهذا الشكل. هذا القص أكيد أنا عملته ببرنامج فوتوشوب. برنامج إنديزاين غير مسؤول عن معالجة الصور وقص الصور، لذلك لازم ناخد جميع الصور لبرنامج فوتوشوب نعالجها بشكل تام، وممكن أكيد نحن أنه نقص الصور ونستوردها مرة تانية على برنامج إنديزاين سواء بصيغة PSD، PDF أو PNG لحتى يصير التعامل معها ببرنامج إنديزاين سهل. بدرس آخر موجود عندي بالقناة ممكن تتعلموا بسهولة كيف تقصوا الصور، ولكن بهذا الدرس عم نركز نحن أكثر على Layouting، ترتيب الصفحات وترتيب الصور داخل الصفحات. راح تلاقوا الشرح اللي موجود تحت رابط الدرس، لذلك بتمنى أنه تدخلوا على هذا الدرس وتتعلموا كيف أنه ممكن نحن نفصل الشكل عن الخلفية. أما هلأ خلونا نتابع مرة تانية. برجع مرة تانية للصورة، لح بكبس عليها وآخذ أداة Transform Tool، لح صغر الصورة بهالطريقة وأكيد بحطها بمكانها. لح نشوف بهذا الأسلوب صارت عندي. لح بكبس W على الكيبورد لحتى يصير عندي Preview. لح لاحظ عندي إنه المنطقة هون في عندي فراغ مزعج، لذلك ممكن إني أتلاعب عليه بإني آخذ أداة السطر وأرسم سطر من البداية للنهاية. بعطي هذا اللاين لون أبيض، وأكيد ممكن السماكة تكون نقطة واحدة. رح نلاحظ أنه أكيد الشكل صار أفضل بكتير. أما الصورة الثانية يلي يفترض تكون موجود تحت، أكيد رح بعمل فايل بليس، بعدين رح باخد صورة فيليب لام يلي برجع بقلكن أنا قصيتها على الفوتوشوب. رح قله أوبن، رح لاقي الصورة موجودة بهاي الطريقة. رح برسم بمكان معين لحتى يصير عندي توضع للصورة. بهاي المرحلة عندي نقطة مهمة جدا بتصميم الصفحات، دائما في شيء اسمه قفل الصفحات أو بمعنى آخر تذييل الصفحة. دائما بيكون شيء جميل إنه ننهي الصفحة بعنصر معين أو لون حتى بأسفل الصفحة لحتى ما تكون ضايعة. دائما لما بيكون عنا عنصر بأسفل الصفحة بيكون هذا الشيء جاذب أكبر للقارئ لحتى يتابع القراءة للنهاية. رح نشوف كيف رح طبق هذا الموضوع بالصورة اللي استوردتها. ممكن أكيد أني حط الصورة بأي مكان موجود بالصفحة ولح تكون جيدة، ممكن أكيد أني حطها حتى عند العنوان فوق، ولكن عم بختار انها تكون تحت لحتى اولا تربط بين العمود الايسر يلي عم نشوفه هون والمقالة يلي عم نشوفها هون. ثانيا لح صغر شوي وخليها اكيد انها تسكر تذييل الصفحة او اللي منسميها الفوتر، ولكن حاليا اذا كبرت لح لاحظ كيف الصورة عم بتغطي على المقالات. لح بكبس بهالطريقة على الصورة وبروح على ويندو تكست تراب يلي موجودة هون، لح تطلع عندي هاي اللوحة. بكل بساطة بهاي اللوحة لح اكبس على Wrap Around Object Shape بهالاسلوب هاد. لح نلاحظ كيف الكلام صار عندي حول الصورة، ولكن الكلام عم يتباعد تماما عن اطراف الصورة، لذلك هون بختار اكيد عندي الكونتور اوبشنز انه يكون عندي الالفا تشانل. لح نلاحظ بهالاسلوب كيف الكلام صار عندي دائما حول الصورة، ولكن لحد هاي اللحظة انا غير راضي عن العمل. لح اروح لرقم 0 يلي موجود عندي هون وكبر الرقم. لح نلاحظ كيف الكلمات عم تتباعد اكتر عن الصورة لحتى تعطي جمالية اكبر. رح سكر هاي البانل ورح شوف كيف صار عندي الشكل جميل جدا. دائما بحاول اتأكد انه ما في انقطاعات بالقراءة لما عم كون اقرأ هون منافس البايرن الاساسي في السبعينات بينما اخذ هامبورغ، دائما ما لازم يكون عندي في انقطاعات خلال النص. بنفس الطريقة لح بتكون عندي بالعمود الايسر، ولكن حاليا اذا بكبس W مرة تانية على الكيبورد لح لاحظ انه عندي هون اشارة زائد. لح بكبس على هاي الإشارة، هاي الإشارة بتعني إنه في عندي جزء من النص اختفى. هذا الموضوع ممكن نعالجه بأسلوبين، إما إنه نصغر الصورة أو
انه حتى صغر النص او تباعد النص عن بعضه. رح نشوف بهذا الاسلوب كيف صار عندي اجمل، ولكن لازم نتذكر انه تصغير تباعد النص لازم يكون من الباراجراف ستايل يلي نحن اخترناها النص الاساسي. رح بكبس على النص الاساسي، رح باخذ بعدين الليدنج وبقول له 14، بقول له اوكي. رح نلاحظ كيف تماما صار عندي افضل الشكل بهالاسلوب. بيبقى عندي اكيد بعض الجماليات يلي ممكن نضيفها للصفحة، هذا ممكن يعتمد على ذوقكم وطريقة اخراجكم للصفحة، ولكن رح اشتغل على بضعة امور ممكن انه تغير من نظرتنا لتصميم الصفحات. رح شوف عندي هون كاتب المقال اعداد بشار احمد، رح بلغي كلمة اعداد، اما كاتب المقال ممكن حطه ببداية المقال او بالنهاية. رح روح لنهاية المقال اللي موجودة هون، رح برسم مستطيل مثل ما شايفين، رح لون المستطيل باللون الاسود، بكبس بالزر اليمين الرينج وبقول له سيند تو باك، مرة تانية بعمل تكست فريم بحط فيها كاتب المقال، بختار حرف التي وبلونها باللون الابيض، رح نلاحظ صارت موجودة عندي بهذا الشكل، مرة تانية ما في شيء نهائي، لذلك أنا حاليا ما أعجبت كثير بالشكل يلي عملته هون، رح بختار البوكس، رح بختار الكلمة، أما هالمرة رح حطها بهي الطريقة. ممكن لو عم تزعجنا إحدى العناصر بإنه نختار الشكل، رح نختار هذا العنصر اللي هو Object Lock أو Command L، رح نلاحظ انه ما عاد قدرت اختار هذا العنصر، رح اصغر بهالطريقة. واكيد نفس العملية بطبقها على المقال اللي موجود عندي هون، رح بحذف هذا الاسم، ممكن انزل اكيد بالمقالة شوي لتحت، رح باخذ نفس البوكس اللي موجود عندي هون ورح نشوف كيف عملتها بهذا الاسلوب. ممكن اكيد اني اخذ نسخة من الاوبجكت اللي رسمته، بعمل كوماند سي ايديت بيست ان بليس، رح باخذها على الطرف اليمين، اكيد رح بختار الصورة وبحذفها، رح بختار اللون يكون خفيف، بكبس بالزر اليمين ارينج سند تو باك، رح نلاحظ كيف عطتني هذا الفريم الجميل. مثل ما قلت لكم جماليات الصفحة دائما بتعتمد على الطريقة اللي عم نشتغل فيها والأفكار اللي موجودة عنا، وهذا الشيء بيتمدد أو بيتقلص، دائما عنا أفكار جديدة ممكن تطلع. لو توقفت عندي الأفكار اللي عم أشتغلها بالصفحة الحالية ممكن أكيد أني تابع بتصميم المجلة وبعود للصفحة الحالية مرة تانية لحتى أشوف شو ممكن أني ضيف عليها. ممكن كمان اني اروح لبداية المقال سواء اول فقرة او اول جملة، واكيد ممكن اني اعملها بولد او بولد ايتاليك، رح نلاحظ انه رح تعطيني نوعا ما اختلاف وجمالية اكبر للصفحة. اما عندي بالمنطقة اللي موجودة هون فانا غير راضي تماما عن التصميم اللي موجود هون، رح نلاحظ انه عندي انقطاعات بالكلام، عم نشوف هون على الصعيد الاوروبي فاكبر غرماء البايرن موجودة على سطر لوحدها، لذلك بهالاسلوب ممكن اني اروح على الصورة بختار الدايركت سيلكشن تول، رح نلاحظ انه لما بختار الصورة طلع عندي هدول النقاط، ممكن اني اتلاعب على هدول النقاط هون لحتى اني اوصل لشكل اني ارضى عنه. مثل ما ملاحظين صار عندي القراءة اكيد بشكل اجمل موجودة، وهذا يلي دائما بركز عليه انه لازم نشتغل على ادق التفاصيل بالصفحات وما نشتغل بطريقة كلاسيكية. عم نلاحظ كيف الصفحة عندي صارت بشكل جميل جدا، ممكن يكون اجمل ممكن يكون اقل جمالا، هذا الشيء اكيد بيعود لابداعكم ولذوقكم الفني. هذا الدرس كان درس خفيف وجميل، تعلمنا فيه كتير امور جميلة انه ممكن نشتغلها نحن بالمجلة. نفس الامور رح نلاحظ انه رح تتكرر على الصفحات اللاحقة مع عدة اضافات وعدة نصائح رح تاخدوها بهي الدورة، لذلك خلينا نتابع بالدروس القادمة.